الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ليذر المؤمنين على
طيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فلكم أجر